خوتي بخير، هاني لبس عليكم، راكم مزيانين بخير على خير خوتي. اخيرا احنا في الفقي بن صالح، غادي نبني ملان ان شاء الله يا ربي، نشوفوا العائله ولا فامي ونديروا دوره في تبني ملان، ونصور لكم عين السردون القصار المناطق الخلابه ولا جوره خلابه جميل. مناظر جميله الواعره الزوينه كتعجبني في ملان، والله فيها مناظر واعره ما نعاودش نشوفكم عليها. ايه والناس اللي بلا كيعرفوا، الناس اللي ماشي لبني ملان اللي يعرفوا، اللي ما عارفيناش نوروها لهم. ايه ومرحبا، ما حدنا في بني ملان كتبقوا مول طلع عجبتكم شي بلاصه نمشيو لها. مقبرشة صغيرة ما كيموتش عندهم بزاف الناس كبيرة قالك صغيرة هي راه تبارك صغيرة ما صارش على شي عرفتي علاش كتعجبني الدنيا هكا زوينة انا المسارة خويا المسارة الذهبية اللي زدت
دابا في الدخله ديال بني ملال، وصلنا لبني ملال. شوفوا بني ملال كي دايره من الزينتها. شتو بني ملال كي دايره؟ يا سعيده بني ملال، يا سعيده بني ملال، وصلنا ليها. هذه شي دويره. اختي هذه هي بني ملال، لكن يبني مدلس بنك المغرب. مستشفى الجهاوي ها هو هو ما كنا كندوزو في الهوده مع هادي. خوتي حنا معروضين طال عند خالتي، وهذا هو الغدا اللي وجدت لينا. شربنا اتاي، ها الغدا هو تا هو هذا. جيبوه علاش زعما المرا هادي تكبس؟ مرحبا بكم تشربوا اتاي بني ملال، كاس ملالي. كي راسك الكبه كاس ما كنتش كتشرب كبه. اخذ الحليب دير كاسكروت. عندي صحه لا صافي مشات شي خوش عاليه شكون بنات كيمشي كامل خالتي انا عاد درت البارك.